نجوم الأرض أصحابي وهم للخير أبواب وهم للعلم عنوان وهم للنور أرباب فسير في سبيلهم التنال عز أحبابي فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم في برنامج النجوم، النجوم اللي بنتكلم عنهم نجوم حقيقية، معرفتهم شرف، معرفتهم غنيمة، معرفتهم فخر، معرفتهم سعادة. إحنا بنتكلم عن أصحاب النبي المصطفى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها اليوم والنجم الكبير اللي حنتكلم عنه اليوم. حاعطي لكم أهم معلومة ربما دائما تربط بهذا الاسم، وخلونا نشوف بعضنا البعض هل عرفنا مباشرة هذا الصحابي. حنتكلم عن أول من دفن بالبقيع، بقيع الغرقد. هذا الصحابي هو أول واحد دفن، وكان هو أشبه بالمعلم في بقيع الغرقد. خيامنا اليوم هو عن سيدنا عثمان ابن مضعون. حنتكلم عن قصة إسلامه، عن حاله في الجاهلية، عن زوجته، عن الكثير من أخباره، لكن خلونا نتعرف أكثر ونشوف كيف هي معرفة الناس بسيدنا عثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون هو الصحابي ممكن؟ والله ما أعرف، والله ما أعرف، كل رجل أعمال. عثمان بن مضعون صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لا أعرف والله. اسم من قبل التاريخ، بس إيش بالضبط ما أعرف. سأل يعني أنا ما قد مرت علي. أنا أعرف إنه صحابي بس شيء ثاني ما. حياكم الله. حنتكلم اليوم قلنا عن أول من دفن في بقيع الغرقد، عن سيدنا عثمان بن مضعون. دائما مربوط البقيع بهذه الشخصية، لأنه حنشوف سيدنا إبراهيم ابن النبي المصطفى أو بنت النبي المصطفى إيش كانت صلتهم بسيدنا عثمان بن مضعون. لكن في حاجة جدا مهمة، أنه سيدنا عثمان بن مضعون كان قبل إسلامه، وهذه من الأشياء اللي تذكر إذا ذكرت سيرته كذلك علامة فارقة في حياته، أنه كان ممن حرم الخمر في الجاهلية. وهو في الجاهلية من قبل ما يسلم ما كان يطيق الخمر أبدا، ويقولوا له اشرب، يعني مش محرم، لسه ما كان عندهم دين، وحتى في دين الإسلام لم يكن محرما. قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي. سامعين؟ لا أشرب شرابا يذهب عقلي. الآن في أناس مسلمين يعرفون أن الخمر حرام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بنص القرآن قال فاجتنبوه، ومع ذلك مصرين إصرار إلا على شرب الخمر، وهم أسأل الله السلامة والعافية والله يهدينا ويهديهم داخلين في اللعنة إن لم يتوبوا، لأنه ملعونين هؤلاء اللي يتجرؤون على ما حرم المولى على الكبائر اللي جاءت بنص القرآن تحريمها. ينبغي للإنسان أن يستغل قصة سيدنا عثمان بن مضعون وأن يتأمل. أولئك قبل الإسلام وكانت نفوسهم والفطرة ترفض أن يشرب الإنسان الخمر، والإنسان الآن مسلم بمحض إرادته يتجرأ على هذا الأمر المنكر، على الكبيرة من الكبائر. لو لم يكن فيها إلا أن يحرم الإنسان شرب الخمر في الآخرة لكفت أن يمتنع في الدنيا. ليش؟ في الآخرة خلود، فكل من شرب الخمر في الدنيا حرمت عليه في الآخرة إن لم يتب منها. فرصة الآن ونحن نسمع قصة سيدنا عثمان أن يتوب الله على من ابتلي بتلك الخصلة الذميمة. قيل له لماذا لا تشرب؟ قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك الناس مني. كذلك في شخصيات كانت معروفة بتحريمها للخمر حتى قبل الإسلام، منها عبد الله بن جدعان، لأنه يوم من الأيام شرب حتى ثمل،
فأخذ وهو يسير في الطريق وكأنه يحاول أن يمسك السماء، فضحك منه قومه وأصحابه، ثم أخبروه بالقصة في اليوم التالي، فقال إذن لا أشرب بعد ذلك شرابا يذهب عقلي. من الناس كذلك اللي ما شربت قط الخمر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا سعد بن وقاص ومجموعة من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل إسلامهم فضلا عن بعد إسلامهم. هكذا كان حال عثمان بن مضعون، قبل الإسلام كان محرما لشرب الخمر. كيف أسلم؟ هو من أوائل من أسلموا، حتى أنه في سير أعلام النبلاء عرفه الذهبي قال من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين. شوفوا الوصف كيف، من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين، هكذا وصف الذهبي سيدنا عثمان بن مضعون. سيدنا عثمان بن مضعون أسلم بعد 12 رجل، يعني هو رقم 13 تقريبا في اللي أسلموا. سيدنا أبو بكر الصديق جزاه الله كل خير، يعني هو أول رجل أسلم. سيدنا علي أول من أسلم من الصغار، وسيدنا أبو بكر أول من أسلم من الكبار في السن، فكان مباشرة أن اجتهد على مجموعة، فأتى بأول مجموعة سيدنا سعد وسيدنا طلحة وسيدنا عثمان، ثم جاء بثاني مجموعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان المضعون، فكان رقمه 13 في عدد أعداد المسلمين والأرقم كان معهم، فأسلم قبل أن يبدأوا اجتماعاتهم في دار الأرقم. ودار الأرقم يعتبر مرحلة، مرحلة ما قبل دار الأرقام ومرحلة دار الأرقام التي بدأ فيها النبي يجتمع مع من أسلموا. ودار الأرقام بالنسبة للذي لا يعلم هي على جبل الصفا، الآن احنا في العمرة نذهب ما بين الصفا والمروة، فكانت على جبل الصفا، فكانت قريبة من الكعبة وكانت على ارتفاع، ولم يعرف أحد بإسلام الأرقم، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم مع النبي المصطفى، يتعرفون على ما ينزل من كلام المولى، ويتعرفون على ما يستطيعون أن يهدوا به غيرهم، ويتشاورون ويتذاكرون. وما أجمل تلك اللقاءات التي تنعموا فيها بصحبة النبي المصطفى، ولم يكن على وجه الأرض غيرهم ينعم بدين الإسلام. فكان أسلامه قبل اجتماعاتهم في دار الأرقم. يا ترى من زوجته؟ زوجته هي خولة بنت حكيم، لها قصة لابد أن نعرفها الآن لأن احنا نربطها بآخر الحلقة، ونرى كيف قصة الوفاء التي تكون من النبي ومن زوجاته تجاه من يكن ومن يقيم لهم المعروف. خولة بنت حكيم هذه الزوجة العظيمة هي التي زوجت النبي من سيدتنا عائشة ومن سيدتنا سودة بن زمعة بعد وفاة سيدتنا خديجة. شوف قلوب الصحابيات، قلوبهم على النبي المصطفى، مباشرة هي بادرته، قالت يا رسول الله ألا نزوجك؟ فالنبي يلاطفها يقول لها ثيب أم بكر؟ قالت إن شئت ثيب وإن شئت بكرة. قال من البكر؟ قالت ابن بنت أخيك سيدتنا عائشة، وين الثيب؟ قالت له سودة بن زمعة. قال فعرض عليهم الأمر، في قصة طويلة، هل يعقل امرأة ترفض رسول الله؟ ما وسعت الفرحة لا سيدتنا سودة ولا سيدتنا عائشة، إذ قبلوا من النبي المصطفى أن يكون إذ قبلهم النبي المصطفى أن يكون زوجا لهم، تمت الفرحة. وجاءت الإشارة من سيدتنا خولة بالزوجات العظيمات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه مهمة حتفيدنا في القصة بعدين. الشاهد أن خولة بنت حكيم هي كانت زوجة سيدنا عثمان بن مضعون. ربما تكون معلومة جديدة على البعض أن عثمان بن مضعون هو خال حفصة زوجة رسول الله كذلك، لأنه من أم حفصة زوجة سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب كلنا يعرفه، نعرف أن أبناءه حفصة، ونعرف أنه من أبناء عبد الله بن عمر بنت حفصة وابن عبد الله بن عمر، ونعرف أنه كذلك عنده عاصم وعنده عبد الرحمن. من أم حفصة؟ من أم عبد الله بن عمر؟ هي زينب بنت مضعون، أخت سيدنا عثمان بن مضعون. فسيدنا عثمان هو خال أم المؤمنين سيدتنا حفصة، وهو كذلك خال سيدنا عبد الله ابن عمر. فهذه الأسرة أسرة عظيمة مباركة، زوجته وأخته وكذلك هو وأولاده. الشاهد أنه سيدنا عثمان ابن مضعون كان بعد إعلانه الإسلام وبعد معرفة قومه بإسلامه، هو سيدنا عثمان بن مضعون الجمحي القرشي، كان من أشد من آذاه أمية بن خلف، أذاه أذية شديدة، فما كان من النبي المصطفى
إلا أن أذن لأصحابه بالهجرة، وكانت الهجرة الأولى للحبشة، وأول من هاجر الحبشة سيدنا عثمان بن مضعون. فذهبوا إلى الحفش إلى الحبشة، وكانوا قرابة 14 رجل والأربع نساء، حدود 12 رجال وأربع نساء، هاجروا مباشرة إلى الحبشة، ثم رجعوا في الرجعة الأولى. ليش؟ لأن النبي المصطفى كان في الكعبة وتلا على قريش سورة النجم، فعندما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فاسجد لله واعبدوا، إجبارا ما لم يكن من قريش من هيبة وجمال قول الله إلا أن سجدوا، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت، حتى وصل إلى الحبشة فرجعوا أولئك ظنين أن قريش أسلمت. يا ترى ما الذي حصل لسيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع إلى مكة ودخل تحت جوار من وماذا فعل؟ حنروح الفصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف قصة سيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع من الحبشة إلى مكة.